المهم تمشتو كنت واجد في بريكوما سوبر مارشي الجناح الخاص بالصباغه. سولوني كثير من الاحباب ديالي على انواع الصباغه اللي كنستعمل في الرسم ديالي. الصباغه سهله تمام، مركزات لونيه كما كتلاحظوا، مركزات موجوده في جميع الاسواق. هذه كولورادو، هذا مجرد مركز لوني اللي كيتخلط مع الصباغه الكاوتشو اللي كنقول احبابي وكنصح احبابي بها، مع زياده الكولا غريفي. الكولا غريفي مناسبه اللاتانت والكاوتشو، هادو الوان مختلفه كيف ما كتلاحظوا. هذا النوع ديال اللاتانت جديد، يلا شفتو اول مره شفتو في السوبر مارشي، غادي ان شاء الله باذن الله غنجربوه. هذا النوع الاخر استرال، من اجود انواع ليتانس اللي كاينين في الصباغه كيف ما كتشوفوا. اثمنه مناسبه وسهله في المتناول. الجناح الخاص بالصباغه كاوتشو، الصباغه كاوتشو اللي هي الداعم الاساسي ديال ليتانس او المركزات اللونيه اللي غنستعملوا معاه. هذه هي الداعم الاساسي، الصباغه الداعم الاساسي للمركزات اللونيه، اي ليتانت اللي تقدينا حنا اللي خدينا. المهم هذه وليتانت كنخلطوهم وكنديروا الصباغه اكريليك، بطبيعه الحال كنضيفوا عليها الكولا غريفي اللي هي الماده المدعمه او اللاصقه اللي غادي تعاوننا باش نهيئوا الصباغه كامله. تحيه لاحبابي من جديد في حلقه جديده ومنظر طبيعي جديد كالعاده. الطلق الابيض هو الاول، ثم كما كتلاحظوا اللون الازرق مع خليط من الاخضر والبنفسجي وضربات عشوائيه. لاحظوا كيفاش كنضرب بالفرشات، ضربات عشوائيه. من بعد غادي ندير الادماج بالفرشات الكبيره، ولاحظوا الطريقه ديال الادماج طريقه لولبيه كالعاده. كنحاول ندمج الالوان ديالي والصباغه ما زالت لم تنشف بعد. لاحظوا الادماج، طريقه الادماج دائما كنضرب ونعاود باش ندخل اللون في اللون، وراني خليت فراغات هنا اللون ابيض بفرشات رقيقه. غنخدم السحاب اللي اغلبيه احبابي كيسولوا على التقنيه السهله التي ادمج فيها اللون بطريقه سهله وبسيطه. لاحظوا كنحط اللون وكندمجو من بعد بالاسترسال بالفرشات، ما كنحطوش عباره عن كتل من الصباغه فقط. كنحط اللون ثم ادمجه بالفرشات، يعني استرسل فيه. لاحظوا الطريقه ديال ادماج اللون بطريقه سهله، ما كاينش تعقيدات هناك تماما. كنحاول ما امكن ندمج ونعاود ندمج حتى احقق الواقعيه في رسم السحاب. لاحظوا الطريقه هنا، التله الجبليه اللي دمجت فيها الازرق والبنفسجي والاخضر وشيء من الابيض. لاحظوا التله والفرشات الرقيقه، وكنحاول ما امكن نضيف من بعد اللون الابيض لي احقق نوع من التدرج في التله. لاحظوا كيفاش كنزيد اللون الابيض لاحقق شيء من التدرج في هذه التله، واللون تقريبا كيتناسب مع لون السماء. لاحظوا كنزيد اللون الابيض لاظهر شيء من الاضاءه هنا على مستوى مرتفع التله، وبنفس الفرشات كنحاول نضيف اللون الابيض. وهنا اضفت الاشجار اللي بدورها درت فيها لون السماء وعطيت زياده اللون الازرق واللون البنفسجي لاظهر الوان الاشجار بفرشات مروحه صغيره. والضربات كيف ما كتلاحظوا ضربات سهله مبسطه، وما نفوتش الزاوية اللي كنخدم فيها، الزاوية الأفقية. هنا اللون الأصفر اللي دمجته مع شيء من لون السماء عطاني هذا اللون
لاحظوا الطريقه اللي كنخدم فيها والزاويه اللي كنخدم فيها، ما كنفوتش الزاويه المحدده لانني من بعد غادي نخدم عمق الاشجار باللون اخر. كنزيد ناكد اللون، اللون الاصفر الخافت اللي ضفت عليه اللون الابيض ودمجت معاه اللون ديال السماء. هنا اللون الازرق بزياده الاخضر واللون الازرق بزياده البنفسجي، لونين مختلفين غندمجهم في كوكتيل واحد. لاحظوا كيفاش غنخدمهم، هنا كنهز لون واحد ونعود اللون الاخر لادمجهما في كوكتيل من الالوان، غيعطوني الاشجار البعيده اللي غتكون كخلفيه للاشجار اللي في المقدمه. لاحظوا اللون كيف ينسجم مع بعضه البعض، الكوكتيل ديال اللون الازرق الناصح بزياده البنفسجي والاخر اللي بزياده الاخضر. هنا اللون ديال السماء كنضرب فرشات عريضه لون المياه اللي غتكون هنا. لاحظوا كنضرب وندمج بالفرشات ديالي واستمر في الضربات والادماج. لاحظوا اضرب ثم ادمج الوان المياه هنا، ثم ابدا في الوان عمق الاشجار باللون الخفيف اللي اعطيته زياده الاخضر. هو خليط من اللون الاسود والاخضر ولكن هنا اضافه للاخضر اقوى. ولاحظوا الزاويه اللي ضربت فيها اللون ديال العمق، غنديرها كتدرج مع اللون الازرق من بعد، ثم غنزيد نقوي اللون باضافه الاسود على الاخضر. لاحظوا كيف ينسجم هذا اللون اللي فيه خليطين، اللون الاخضر والاسود ثم اللون الاخضر والاسود، لتحت اللون الاسود بقوه والفوق اللون الاخضر بقوه. لاحظوا كيفاش عطاني هنا التتمه ديال لون عمق الاشجار بنفس اللون، يعني الاخضر والاسود. لاحظوا الضربات ديال الفرشات والطريقه ديال الضربات المعتاده كيف ما كتعرفوا عليا وكيف ما كتشوفوا في قناتي. هنا انعكاس الاشجار باللون الاخضر، لاحظوا الضربات العموديه من الفوق الى التحت بجرات بالفرشات، فرشات الرقيقه اللي كتعطيني الامتياز في هذه المساله. هنا فرشات عريضه وبللت بالماء وكنحاول ندمج كالعاده اللون البرتقالي والاحمر وشيء من الاصفر. لاحظوا كيفاش كندخلوا في اللون الاخضر ثم ادمج باللون او بالفرشات الكبيره مع تبليلها بالماء. لاحظوا كيفاش كتعطيني هنا اللون الابيض اللي ضفته على اللون الازرق، عطاني اللون الازرق الخافت ومع زياده للاخضر كي ارسم الوان الضوء ديال الاشجار البعيده. لاحظوا دائما ضربات فرشات المروحه الصغيره اللي كتعطيني الامتياز في هاد الضربات وكتسهل عليا النوع ديال الضربات. لاحظوا الاضاءه كيف تظهر والطريقه ديال الضربات، كذلك الاشجار البعيده اللي على مستوى التله اللي رسمتها في الاول. لاحظوا الضربه ديال اللون ديال الضوء كنعمق به اللون ديال الاشجار. هنا لون عمق او لون ظل الاشجار اللي غتكون هنا، استعملت فيها نفس اللون اللي وضعت في الاول اللي هو الاخضر والاسود وبفرشات مروحه مائله شيئا ما، لانني صنعتها لهذا الغرض، حاولت نميلها باش تعطيني دوك الضربات اللي في هذا الشكل. كذلك على مستوى التله، وهنا عطيت اللون شيء من الاخضر، ما عطيتوش قوه اللون الاسود، فتحته باللون الاخضر وبنفس الفرشات كنضرب هنا الجذوع اللي دمجت فيهم اللون الاسود واللون الاخضر واللون الاحمر. كنحاول ما امكن ندعم الجذوع وكنعطيهم قوه باللون الاسود والاحمر.
والجذوع الرقيقة بفرشاة رقيقة. لاحظوا جذوع صغيرة كنستعملها بفرشاة رقيقة. والاسترسال في الضربات لاحظوا بكل هدوء. هنا لون ضوء الجذوع باستعمال لون البرتقالي والأحمر والأصفر وبفرشاة مسطحة مصنوعة لهذا الغرض. لاحظوا كيفاش كندوز لون الضوء بدقة متناهية باش يعطيني واحد الشكل جميل وما نخرجش على الإطار اللي مسموح ليا فيه لون الضوء. لاحظوا الطريقة ديال الضربات، وكنحاول ما أمكن نعمم لون الضوء على الجذوع الصغيرة ما أمكن. هنا لون الإضاءة الثاني بإضافة اللون الأصفر والبرتقالي يعطيني لون الطبقة الثانية للإضاءة. لاحظوا كيفاش كيبان اللون وكيفاش كتبان الإضاءة. لاحظوا أحبابي طرق سهلة في المتناول، نفس الطريقة بالنسبة للجذع الآخر. هنا غنبدأ في لون الضوء الأول للمروج والأعشاب باستعمال اللون الأخضر الذي استعملته في انعكاس الأشجار في الأول. هذه الطبقة الأولى ديال لون الضوء بفرشاة مسطحة والضربات شبه دائرة أو نصف دائرة. لاحظوا كيفاش كانت توجه بالفرشاة ديالي نحو الأسفل من الأعلى إلى الأسفل، وكنعمم اللون على سائر الأعشاب اللي في خلفية الأشجار، كذلك بالنسبة للأوراق الفوق. دائما كنحاول ما أمكن نضيف اللون هذا، اللون الثاني الطبقة الثانية ديال الإضاءة. كنحاول نعمم اللون. لاحظوا دائما كنضيف اللون ثم أضيف اللون الثاني ثم أضيف اللون الثالث وهكذا حتى أنتهي من المنظر. وهذه الطريقة أحبابي كتعطيكم الواقعية في لوحاتكم وفي مناظركم. دائما كنزيد الطبقة الثانية الطبقة الثالثة الطبقة الرابعة على حساب الطلب. كما تلاحظون طبقة فوق طبقة، هذه الطبقة كنظن أنا الثانية في رسم الأشجار. لاحظوا اللون مني كنفتحه كيف يظهر، يعطي جمالا ويعطي أكثر واقعية. دائما أضيف اللون الأصفر واللون الأبيض على ألوان الضوء بالنسبة للأعشاب والمروج. وكيف ما كتلاحظوا أحبابي المنظر شيئا فشيئا كيبدأ يعطي في الحياة، كيبدأ يعطي في الجمال ديالو. لاحظوا دائما بنفس الفرشاة، أحيانا أغير أحيانا لا أغير على حساب طلب الفرشاة. لاحظوا هنا الضربات نصف دائرية بفرشاة المروحة وكيف أسترسل في رسم لون الضوء للأعشاب، كذلك بالنسبة للشجرة الأخرى وزيادة اللون الأصفر كيف يعطي للأعشاب والخضرة جمالا ورونقا. دائما الإضافة أحبابي، دائما أضيف اللون ثم أضيف اللون. الإضافة دائما بزيادة اللون الأبيض واللون الأصفر على اللون الأخضر الأصلي. هنا الطريق باللون الأبيض وشيء قليل من اللون البرتقالي أو الأصفر لكي يعطيني بدوره هنا تدرج جميل. لاحظوا التدرج ديال شكل الألوان. كنزيد الإضاءة على مستوى الأشجار البعيدة بإضافة اللون الأبيض
وكذلك هنا على مستوى الأشجار إضافة الأخيرة باللون الأبيض والأصفر وشيء من الأخضر القليل، إلا أنني أعطي للون الأبيض والأصفر قوة هنا بفرشاة رقيقة كتعطيني الضربات اللي كتبين لي العمق. ولاحظوا مازال كنزيد في العمق ديال الضوء هنا في الخلفية ديال الأشجار لكي يعطيني انعكاس ديال الألوان السحب في السماء مع الأشجار والمروج، إضافة اللون الأسود والأخضر اللون اللي وضعت في الأول كنضيفه هنا لكي يعطيني انعكاس واقعي للأعشاب والمروج هنا. لاحظوا كنحاول ندمج، كنضرب اللون من الفوق لتحت وكندمجه مع الألوان الأخرى لكي تنسجم الألوان مع بعضها البعض. لاحظوا أدمجوا ثم أعيدوا الكرة ثم أدمجوا وهكذا. هنا اللون الأزرق والبنفسجي اللي غرسم به هنا انعكاس ديال التلال والأشجار في المياه، لاحظوا بضربات عمودية من الفوق إلى التحت، وكان ندعم اللون الأبيض على مستوى التلة الصفراء ثم على مستوى التلة الأخرى. لاحظوا بإضافة الأبيض هنا لون عمق الكوخ اللي غادي نرسم هنا. لاحظوا أحبابي اللون اللي رسمت به الأعشاب عمق اللون يعني الأخضر والأسود، أضفت إليه اللون الأحمر والأسود وعطاني هذا العمق، وهنا الإضاءة باللون الأبيض اللي غتعطيني الواجهة ديال الكوخ، الواجهة الأمامية للكوخ. لاحظوا كيف أضرب بفرشاة رقيقة تفاصيل ديال الواجهة ديال الكوخ ثم انعكاسات، غنبدأ في ألوان انعكاسات باللون الأزرق ثم اللون القرمزي هنا في القرميد. لاحظوا هنا اللون القرمزي واللون البرتقالي في رسم القرميد، هنا اللون الأزرق واللون البنفسجي في الحائط، ولاحظوا الإدماج باللون بالأصبع، كذلك السقف ديال المنزل من الفوق ثم الإدماج اللون أو انعكاس ألوان الضوء ديال الكوخ. هنا رسم الأبواب والنوافذ باللون الأسود واللون الأحمر. كيف ما كتشوفوا أحبابي تقنية بسيطة جميلة وسهلة، كنتمنى دائما تكونوا كتستافدوا وكتنهلوا من التقنيات بفرشاة رقيقة. كنحاول ما أمكن التفاصيل الأخيرة من إضاءة ومن تحديدات، وكنعاون بالأصبع ديالي. لاحظوا كنزيد الإضافة ديال الضوء والظل والضربات بفرشاة رقيقة لأن هذه الزاوية ضعيفة وضيقة، لا بد لي من فرشاة رقيقة. لاحظوا أحبابي دائما كنخدم الأصبع. هنا المدخنة والدخان، الدخان يكفي أنني أضع اللون الأبيض ثم أدمجه بالأصبع. هنا لون الأتربة، لاحظوا باللون البرتقالي والأصفر ثم الأعشاب وانعكاس المياه باللون الأبيض والأصفر بالجراتوار ديالي. لاحظوا الطريقة ديال وضع الانعكاس بالجراتوار، طريقة سهلة أحبابي وجميلة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو وخديتوا الفائدة، وكنتمنى نكون خفيف الظل عليكم في الشروحات أحبابي. دائما شجعوني بالاشتراك وبالضغط على زر التفعيل، وإلى حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.